أحبائي مشاهدي قناة سيسات في كل مكان، سلام المسيح معكم جميعا، وحلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامجنا حكايتي في ترنيمتي. عنوان حلقتنا النهاردة عناية الله، وطبعا اللي هنبتديها زي ما تعودنا بآية من الكتاب المقدس. الآية من إنجيل معلمنا ماري متى البشير الإصحاح السادس والآية 25. الآية بتقول: لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ في الآية دي أحبائي السيد المسيح بيقول لنا بنفسه ما تهتموش بالأكل أو الشرب أو اللبس. هو إلهنا وخلقنا وعارف احتياجاتنا كويس، إزاي نقلق وهو إلهنا؟ ده لوحده مفروض أكبر اطمئنان وأمان لينا. لما ربنا بنفسه يقول لنا ما تقلقش وما تنشغلش بالأمور الأرضية دي، وكمان قالها في حكمة: ليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ إحنا كبشر نقدر نوفر الأكل والشرب، لكن لو الجسد ميت هل هيفيد؟ إحنا كبشر ما نقدرش نوفر لا جسد ولا صحة ولا نوهب حياة. من هنا جت الحكمة أن ليست الحياة أفضل من الطعام. وإذا كان ربنا وحده هو اللي خلق الجسد بكل ما فيه من إتقان وإبداع وهو الواهب الحياة، فإزاي يشيل الإنسان هم لوازم الجسد والحياة؟ هي كلها في إيدين ربنا، وربنا وحده هو ضابط الكل. أحبائي من الممكن جدا إذا صام الإنسان عن الأكل أو الشرب لفترة من الزمن ممكن يعيش أو يستمر حيا، لكنه إذا فقد الحياة نفسها فماذا يفعل؟ وعبارة الحياة لها معاني كتيرة هنا. هناك حياة الجسد وهناك حياة الروح. بدون الروح لا يحيا الإنسان، وبدون الله لا تحيا الروح. وده اللي قاله السيد المسيح: أنا هو القيامة والحياة. وكمان قال معلمنا بولس الرسول: لي الحياة هي المسيح. وقال عن الله: هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. الآية دي جت في أعمال الرسل أصحاح 17 آية 25 و28. علشان كده وهب الله موسى وإيليا القدرة إن هم يصوموا 40 يوم عن الطعام، زي ما هو صام بالظبط 40 يوم على الجبل وقال للشيطان: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. بمعنى إن كلام الله هو مصدر حياة للإنسان، لكن الخبز هو بيساعد الجسد فقط على بذل الطاقة والاستمرار في حفظ تكوينه سليما، الذي يقود جسده ويهمل احتياج روحه للغذاء الروحاني، فإنه سوف يخسر الجسد والروح كليهما في الهلاك الأبدي. حقا إن الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس. فإن كان الله قد مدحنا الأفضل والأصعب، فكيف لا يمنحنا الأقل والأسهل؟ المسألة إذن يا أحبائي بتحتاج إلى حكمة وإلى إيمان. سيد المسيح أكمل تعليمه وقال: لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ وعلشان كده السيد المسيح أكمل كلامه أيضا وقال: لا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. السيد المسيح يا أحبائي أراد أن يميز بين أولاد الله وأولاد العالم، فقال إن الأمم اللي هم في الوقت ده كانوا الوثنيين اللي بيعبدوا الوثن، كانوا بيطلبوا من آلهتهم في الوقت ده الأمور المادية باستمرار، وعلاقتهم بهذه الآلهة تقوم أساساً
على اهتمامهم بأجسادهم وأمورهم الدنيوية، يعني كل فكرهم كان في الأرض. لكن أولاد الله ينبغي أن يطلبوا حياة القداسة التي تليق بهم كمخلوقين على صورة الله ومثاله. إحنا كلنا اتخلقنا على صورة الله ومثاله، وأن يطلبوا أيضا أن يملك الله على حياتهم وقلوبهم، وبهذا يتحقق ملكوت الله في داخلهم. الأمور الدنيوية الزائلة هي متاحة للجميع، لأن الله يشرق على الأبرار والأشرار، يشرق عليهم بشمس النهار. ولكن الأمور الخاصة بملكوت الله لا تمنح أو لا تمنح إلا للأبرار الذين يطلبون من الله. لذلك يقول السيد المسيح: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. طيب تعالوا بقى نعرف قصتنا النهاردة. قصتنا النهاردة قصة جميلة جدا وبسيطة، بس نركز فيها شوية. قصة بعنوان حوار مع نملة. طبعا كلنا عارفين سليمان الحكيم وعارفين حكمته. سليمان الحكيم أحب الطبيعة جدا، علشان كده كان بينطلق من الوقت الآخر في الحدائق بتاعته، وساعات في الشواطئ والأنهار والجبال والبراري، وكان بيراقب كل شيء من الاهتمام بالحيوانات والطيور والأسماك حتى الحشرات، علشان يشوف في تصرفاتهم اهتمام الله بها. إزاي ربنا بيهتم بالأمور الصغيرة دي، وإزاي بيديها حكمة من خلال الغرائز الطبيعية اللي جواها. لكن لفت نظره نملة صغيرة جدا كانت بتحمل جزء من حبة قمح. نملة بتحمل جزء من حبة قمح، طبعا الحبة القمح دي أتقل من النملة نفسها، لكن بيشوف إزاي كانت بتبذل قصارى جهدها علشان تنقلها إلى جحر صغير كمخزن ليها بتقتاد بيها كل يوم. فساعتها فكر سليمان في نفسه وقال: أنا إنسان غني، لماذا لا أسعد هذه النملة اللي بتبذل كل هذا الجهد علشان تحمل جزءا من حبة قمح؟ أنا ربنا وهبني الغنى وخلاني أسعد شعبي، فلماذا لا أسعد هذه النملة؟ طبعا سليمان أمسك بالنملة دي ووضعها في علبة ذهبية مبطنة بقماش حرير. طبعا ده بيدل على عظم اهتمامه بيها، ووضع الحبة القمح وبابتسامة كده قال لها: لا تتعبي أيتها النملة، فإنني سأقدم لك كل يوم حبة قمح لتأكليها دون أن تتعبي. مخازني تشبع الملايين من البشر والحيوانات والطيور والحشرات. ساعتها النملة شكرته على اهتمامه بيها وحرصه على راحتها. سليمان وضع لها حبة القمح، وفي اليوم التالي جه بحبة أخرى، لكنه فوجئ إنها أكلت نص الحبة بتاعت امبارح وتركت النصف الآخر للنهاردة. جه وعمل نفس الحكاية في اليوم التالي علشان يلاقيها أكلت حبة كاملة واحتجزت نصف حبة زي ما بيحصل كل يوم. ساعتها استغرب سليمان الحكيم وقال لها: انت ليه بتحوشي باستمرار نص حبة قمح؟ النملة قالت له: أنا بحجز نصف حبة القمح لليوم التالي كاحتياطي، أنا أعلم اهتمامك بي إذ وضعتني في علبة ذهبية وقدمت لي حريرا ناعما أسير عليه، ومخازنك تشبع الملايين من النمل، لكنك في الآخر إنسان، وسط مشاغلك الكتيرة ممكن تنساني يوم فأجوع. طب هعمل إيه لما أجوع؟ علشان كده أنا بحتفظ بنصف حبة قمح احتياطي. الله الذي يتركني أعمل وأجاهد لأحمل أثقال لا ينساني. دي النملة بتقول لسليمان: ربنا اللي شايفني بجاهد هو لا يمكن ينساني، لكن أنت إنسان ممكن تنساني. علشان كده سليمان أطلق النملة لحريتها علشان تمارس حياتها الطبيعية، مدركا أن ما وهبه الله لها لن يهبه لها إنسان. المعطي
للبهائم طعاما ولفراخ الغربان التي تصرخ. الله القوي يعطي رزقا لكل الخليقة، فهو الذي يهيئ المطر للأرض، بل المنبت الجبال عشبا ليعطي للبهائم طعامها. يحب الودعاء البسطاء غير المتكبرين، غير المعتمدين على ذواتهم، وتكون عينه عليهم ويرزقهم ويرفعهم، وليس ما يشير، لأن الله هو الذي يتحكم في رزق البشر قدر الأمطار فهي بيده. تعالوا نتأمل في كلمة لفراخ الغربان التي تدعوه. لماذا اختار الله فراخ الغربان بالذات؟ القصة سهلة جدا، واللي عنده معلومة علمية عن الموضوع ده ممكن يكون عارفها ببساطة جدا. يقولون أن الغراب حينما تخرج أفراخه الصغيرة من بيضها بيخاف منها. عارفين طبعا إحنا أن الغراب لونه دايما بيكون أسود، لكن الفراخ بتاعتها بيكون لونها أبيض، علشان كده بيخاف منها وبيهجر أفراخه، بيسيبها فترة كبيرة جدا بدون أن يعولها. طيب الفراخ دي هتعمل إيه وهي صغيرة كده؟ بتفتح منقارها أو بقها وتقعد تصرخ، بيبقى ليها صوت كده من شدة الجوع، كأنها تطلب طعاما. طبعا هي بتطلب الطعام ده من ربنا اللي خلقها. في الوقت اللي هي بتصرخ فيه ده، في مادة لزجة جدا ليها رائحة جذابة للحشرات، بتجذب الحشرات دي. وفعلا ربنا بيهيئ بحكمته العجيبة أسرابا من الحشرات الصغيرة بتأتي على رائحة فمها المفتوح، فتلتصق بالمادة اللزجة فتبتلعها تلك الأفراخ وتاكل وتتغذى، وعلشان كده بتظل تكبر إلى أن يتغير لون ريشها إلى السواد. فساعتها أبواها بيعرفوها وبيعرفوهم وبيكملوا عيشتهم مع بعض. لكن هنا بنلاحظ أن الغراب ده كان طائر نجس في العهد القديم، الكاسي السماوات سحابا، وهنا السماوات إشارة للكنيسة، والسحاب الذي يكسي السماء إشارة للقديسين. الله قادر أن يحول النجس إلى قديس ويملأ كنيسته بالقديسين. وإذا تأملنا في أعمال تدبير الله فلنسبحه، أجيبوا الرب بحمد، رنموا لإلهنا بعود. تعالوا أحبائي نتأمل في كلمات بسيطة ونصلي مع بعض ونقول: أنت يا الله لا تنساني، قد تنسى الأم حتى رضعها، أما أنت يا رب فلا تنساني. قد تسمح لي الحياة المملوءة ألاما، ولكن شعرة واحدة من رأسي لا تسقط بدون إذنك. رعايتك فائقة وعجيبة لكل خليقتك، لكنني لن أدرك كمالها إلى يوم مجدي. أراك تحملني إلى حضن أبيك وتهمني شركة المجد الأبدي، فأدرك أن لحظات المر التي عشتها كانت طريق خلاصي. أكتشف حكمتك الفائقة وأبوتك الفريدة، حقا إنك لا تنساني. في مشاغلي الكثيرة قد أنسى حتى احتياجات جسدي، في مشاغلي الكثيرة قد أنسى حتى احتياجات جسدي وأهمل حتى نفسي الوحيدة، أما أنت فترى نفسي أثمن من العالم كله. نزلت إلى أرضنا لتقتنيني، وقدمت دمك الثمين لخلاصي، ووهبتني روحك القدوس ليجدد أعماقي. نعم إني أنسى نفسي، أما أنت يا رب فلا تنساني. أحبائي تعالوا نرنم مع بعض وننهي حلقتنا بترنيمة جميلة: امسك يا رب إيدي زي بطرس زمان لما قرب يغرق، مسكت إيديه بحنان. حقيقي مفيش زي محبة وحنية قلب ربنا على أولاده. لو العالم كله نسينا، الله لا ينسانا. تعالوا نرنم مع بعض. امسك يا ربي ايدي
زي بطرس زمان لما قرب يغرق مسكت ايدي بحنان ورفعت وسط الموت واديته سلام وامان ورفعت وسط الموت واديته سلام وامان وانا زيه يا ربي امسك ايدي كمان وانا زيه يا ربي امسك ايدي كمان الموج عليا عالي يخطف قلبي مني والريح يا رب شديدة وخايف نفسي تخني والمركب طالع نازل وصخور بتحطمني والمركب طالع نازل وصخور بتحطمني قول للموج يهدى وفي صدره تحضني قول للموج يهدى وفي صدره تحضني ادخل يا رب سفينتي واملك حياتي تمام وطرد مني الخوف داوي كل الآلام اسكن جوا قلبي واملاه بالسلام اسكن جوا قلبي واملاه بالسلام أبدا ما تسيبني لوحدي أمشي وسط الأيام أبدا ما تسيبني لوحدي أمشي وسط الأيام إيماني يا ربي ضعيف شددني في الإيمان وإن يوم أنا شكيت فيك أو تهت في أي مكان ده أنت يا ربي أبويا قلبك كله حنان ده أنت يا ربي أبويا قلبك كله حنان رجعني تاني ليك أعيش طول الزمان رجعني تاني ليك أعيش طول الزمان وفي الأبدية يا ربي أتمنى أكون معاك جهز لي هناك مكان علشان أكون وياك مهما كانت ضعفاتي ما ليا يا ربي سواك مهما كانت ضعفاتي ما ليا يا ربي سواك انت تستر عليا تفرحني برؤياك انت تستر عليا تفرحني برؤياك أحبائي دي كانت ترنيمتنا النهاردة تعالوا مع بعض نفتكر آيتنا من إنجيل معلمنا متى البشير الإصحاح السادس وآية 25 الآية بتقول لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون
وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس؟ أحبائي، نراكم في حلقات قادمة إن شاء الرب، وعشنا. سلام.